بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة أحييكم مرة ثانية، وهذه هي انطلاقة أيضا أيها الأخوة انطلاقة الشوط السابع في مجموع الأشواط. الشوط السابع يحمل أيضا الأسماء الكبيرة والأسماء الرائعة والمميزة. مباشرة إلى المركز الأول، مباشرة إلى قيادة الشوط، وملبي ملبي ملبي ثنايا قعدان محليات مع الأصائل والقوة، وملبي على المركز الأول، ملبي على الصدارة سعيد بسليم العويسي مع المركز الآن الأول والسيطرة، بينما المركز الثاني والتسلل الله يا حشيم محمد بن قنون بن سعيد بن كديدة الفلاسي الواصل مع القيادة ومع انتزاع المركز الأول. الزاوية الأخرى، الزاوية الأخرى والتسللات السريعة والرائعة والمميزة، الله الوصول أيضا من مصيح مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري الواصل مع، بينما الدخول من الزاوية الأخرى، الدخول أيضا من مشتاق مسعود بن سعيد بن ناصر أيضا الزرعي الواصل مع أيضا الأسماء المنطلقة، وزاوية أخرى وأخبار سارة وتغييرات ومداخلات قوية. هناك الوصول من شاهين سويد بن عامر بن يريو المنصوري والتحديات قادمة، ويا لها من أسماء كبيرة، يا لها من أسماء كبيرة. ها هنا أيها الأخوة، ها هنا أيها الأخوة القدوم من الزاوية الأخرى والأسماء واصلة، مياس علي بن عناد بن عبيد الخاطري الواصل، وكذلك الأسماء المنضمة نبه ومنبه نبه يمنبه، الله 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 مع التحديات مع الإثارة. محمد بن حمد بن دحبة العامري الواصل الواصل والمنطلق مع هذه الانطلاقات، الله يمشوش يا مرحبا يا مشوش. خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري مع مشوش على المركز الآن التاسع وعاشر الأسماء، المركز العاشر، المركز العاشر، المركز العاشر، مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي التاسع والمركز العاشر. أيها الأخوة الكرام، هنا الوصول من جلاد سالم بن غافل اليحافي الواصل والمنطلق مع التحديات. أعود إلى المقدمة، أعود أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى القيادة الأولى، إلى الناموس الأول. أين الناموس يذهب؟ أين التحديات تكون؟ أين الإثارة؟ الله حشيم يا حشيم، حشيم يا حشيد، حشيم يا حشيم مع المقدمة. أنت في موقع الحشمة، أنت في سيطرة الحشمة مع هذه الأسماء المنطلقة الحشيمة. أيضا محمد بن قنون بن سعيد بن كديدة الواصل والمنطلق مع الإثارة، بينما المركز الثاني الله الدخول من مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي مع المركز الآن الثاني، وفي المركز الثالث يا لها من أسماء، ملبي ملبي سعيد بن سليم العويسي مع ملبي الواصل والمنطلق والتحديات، بينما القدوم والأسماء المنطلقة والأسماء الباحثة كذلك مصيح مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري مع المركز الآن الرابع والمركز الخامس، المركز الخامس شعار وتدخل شعار ريدان أو ربدان الواصل سالم بن محمد بن علي المنصوري، ومداخلة الكبيرة أيضا من هذه الأسماء الباحثة عن التحديات. هنالك مشتاق مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي الواصل والمنطلق، بينما الدخول، الدخول نبه 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 يا سلام مع التحديات والإثارة. محمد بن حمد بالدحبه العامري ومداخله ومداخله ومشاكسه وقوه من مشوش. خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري الواصل والمنطلق وشعار اليحافي اهالي الابيض من الزاويه الاخرى والتحديات، ربما الاسماء قادمه ومداخله ايضا وتغييرات كبيره. هذه هي الاسماء، ولكن العوده 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 بعدما اخذ اللي هو شاهين مع سويد بن عامر
عمرو بن يريو المنصوري، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة مع الكادر واحد، العودة مع المركز الأول ومع السيطرة على الهواء مباشرة، ما بين هذه الأسماء، ما بين شعار بن كديدة مع هذا الاسم المسيطر، ويتبادل معه الاسم الغالي أيضا اللي هو المركز الأول مياس عيد بن سهيل بن حميد الدرعي، مرة مع هذا ومرة مع الثانية. يا سلام يا سلام يا سلام، أين الناموس يغادر؟ أين السيارة تغادر مع التحديات والإثارة؟ المركز الثالث، المركز الثالث، القدوم أيضا من ملبي الواصل والحاضر والمنطلق الذي يلبي صيحات النداء مع النواميس سعيد بسريم العويسي الواصل والمنطلق مع المركز الآن الثالث. وفي المركز الرابع، الله الله الله، الوصول من ربدان سالم بن محمد بن علي المنصوري مع المركز الآن الرابع. وفي المركز الخامس، يا لها من مداخلة، يا لها من قوة، مصيح مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري مع المركز الآن الخامس. وفي المركز السادس، الوصول من شاهين سعيد بن راشد أرحمه الدرمخي الواصل المنطلق وأول إذاعة له، بينما القدوم أيضا من قبل الشبل جعار بالحبابي، هنالك بن جمهور الحبابي الواصل سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي مع هذا الواصل مع التحديات والشبل، بينما القوة والإثارة. والاسم الآخر، الاسم الآخر، مشتاق يا سلام يا سلام، مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي، مشتاق ليودي السلامات لأهالي جعلان مع الناموس والتحديات، يستاهلون السلامات. بينما القدوم أيها الأخوة من قبل معزز عبيد بن سلطان بن مرخان، يا مرحبا يا بهذا الشعار، بينما الدخول شعار صعب المضمرين الواصل والمنطلق ويا لها من قوة ويا لها من تحديات، بمبروك بسعيد الحميري الحاضر والمنتصر مع محمد بسعيد بمبروك الحميري اللي هو مكلف. يا سلام يا سلام، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى هذا، هي التغييرات. يا سلام، يتبادلن المركز الغالي، يتبادلن الناموس الكبير مع هذه السيطرة 33 ما بينهن التحديات. يا سلام، مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي مع المركز الأول والمركز الثاني، حشيم محمد بن قنون بن سعيد بن كديدة الفلاسي الواصل والمحلق مع التحديات والإثارة. يا لها من قوة وإثارة، يا لها من قوة، يا لها من إثارة مع هذه الأسماء المنطلقة مع المركز الآن الثالث. التدخل الكبير والملحوظ من ربدان الواصل سالم بن محمد بن علي المنصوري مع المركز الآن الثالث. وفي المركز الرابع الحضور من ملبي سعيد بن سليم العويسي. يا سلام يا سلام، رأينا هذا الشعار ماذا فعل وماذا ترك، وهذه هي الأسماء الواضحة والحاضرة والمتحديات الكبيرة. أيها القوة، غادري وأحضري مع هذه الأسماء الحاضرة المتدخلة. الله يا مصيح، حاضر وواصل بقوة مع هذه الأسماء الكبيرة والحاضرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا لها من أسماء. وهنالك الحبابي العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، الدرعي الجنوب تناديك مع هذا الاسم ومع هذه المداخلة من قبل مياس. الأعين على الشاشة يا الدرعي سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي، هنا الحاضر والمنطلق بهذا الاسم الكبير باسم مياس. وعندما يكون الشوط معطر بسلالة مياس يكون له طعم خاص،
الخاص وطعم راقي كشعارك الراقي. الله يا المركز الثاني، الخطورة الخطورة من قبل مكلف محمد بن سعيد بن بروك الحميري الحاضر والمنطلق مع الناموس. المركز الثالث المنصوري حاضر بقوة، المنصوري وهنالك العويسي سعيد بن سليم العويسي، والاسم القادم الاسم القادم صيح مبارك بسالمين. المنصوري بدأ يتدخل باحثا عن السيارة، باحثا عن الناموس، باحثا عن السلامات وأيضا الدخول. مشتاق مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي الحاضر وشعار الجحافي من الزاوية الأخرى وما يحمله لنا، مع جلاد سالم بن غافل بن مشمل الجحافي الحاضر والمنطلق، والأسماء القادمة والشعارات القادمة والجمهور القادم من الخلف. هذه هي مداخلات كبيرة وقوية للغاية من ضمن هذه السيول الجارفة. ها هنا لقطة مع 9 أسماء متقاربة، وأرى الأسماء الواصلة والواصلة. الله يا نبه نبه وأنت نبه. محمد بن حمد بن دحبة العامري مع المداخلة مع المركز الآن السابع، ولكن العودة إلى المقدمة. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذه الأسماء، وهنالك أيضا العودة إلى المقدمة. لا زالت الأمور مع مياس العود، مع سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي. سق الله دارك يا الدرعي على هذه القوة مع هذه التحديات. ولكن خلك نبه مع نبه، وصل مشتاق ووصلت الأسماء ووصلت القوة، وصلت التحديات. مشتاق وهالي جعلان وزرعات ينادونك يا أخوي، ينادونك يا أبو سعيد. الله 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 الله. المركز الثالث والرابع هنالك بن مصلح الحبابي الحاضر والمنطلق والباحث عن الناموس، وأيضا الدخول، أيضا الدخول من مصيح مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري. المنصوري المنصوري حاضر بقوة، وأيضا بينما القوة والإثارة. يا سلام يا سلام، الله الله الله. المركز الأول والسيطرة، القوة الأولى، مصيح ناموسك كبير، غياثي ناموسك كبير وشعارك رائع، سواء في المزاين أو مع السباقات. ما شاء الله الله الله. والخطورة القادمة، ها هنا مصيح مبارك بن حمود بسالمين المنصوري، مبارك بن حمود بسالمين المنصوري. والمركز الثاني الخطورة مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي. والمركز الثالث أيضا الشبل سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي مع المركز الثالث. أين الناموس يذهب؟ مياس القوع مديسيس. الله يا الدرعي 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 الله يا القوع الله يا مديسيس الله يا العراد الله يا العين الله يا السلامات. سلام بالذهب، سلام بالناموس، سلام بالخير، سلام بالسيارة، سلام بكلمات الخير كلها يا رب العالمين. المركز الأول والصدارة مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي. المركز الثاني هنالك الحضور من مصيح مبارك بن حمود بسالمين المنصوري ما قصر. المركز الثالث مع بن جمهور الحبابي الحاضر والمنطلق الشبل سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي. وفي المركز الرابع مشتاق مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي. وفي المركز الخامس كان الحضور مع شاهين مطر بن حمد بن خليفة الاكتبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، التوقيت الزمني لصاحب المركز الأول وصاحب التحديات هذا هو مياس، يصل إلى خط النهاية والسلالة الصغانية الحاضرة بقوة مع خط النهاية. خط النهاية دائما يعانق الذهب ويعانق المراكز الأولى. لحظات التحدي، لحظات الفوز، 13 دقيقة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وثانية وثمانية أجزاء من الثواني السلامات ذهبت لهالي الجنوب وهالي الدروع وهالي القوع، يستاهلون السلامات. مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي. وفي المركز الثاني 13 ثانيتين جزءا واحدا من الثواني كان حضورا مع مصيح مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري، قدم لما فيه الكفاية. وفي المركز الثالث مع كيل حبابي هنالك الحضور مع الشبل سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الأعزاء مع المركز الثالث، هذه لحظات التوقيت الزمني 13 أيضا نفس التوقيت أو ثانيتين 4 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لكل أيضا الفائزين. الزميل متعب الشمري يصف لنا قصص التحدي والإثارة مع الشوط القادم.